السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. معنا النهاردة وصفة فيليه السمك بطعم رائع جدا. هنعمل مع بعض تتبيلة كده ندهن بيها سمك الفيليه، رائعة جدا وطعم رائع، جربوها يعجبكم إن شاء الله. نبتدي مع بعض. معانا بصلة مفرومة ناعم خالص، حطينا عليها شوية ملح وفلفل أسود وجوز الطيبة وقلبناهم كويس في بعض. معانا طبعا السمكة نظيفة ومغسولة ومعصور عليها الليمون، عملناها كده بالسكينة، فيها شقوق صغيرة كده بالسكينة، وبعد كده حطينا عليها تتبيلة البصلة دهناها بتتبيلة البصلة من قدام ومن الناحية التانية. هندهنها كويس بيها. ومعانا برضو توم مفروم مع فلفل، هتلاقوا الرابط بتاعه في القناة، الفيديو بتاعه موجود في القناة. ده توم مهروس بفلفل، دقة كده حطها في التلاجة بعمل منها، وكنت عاملاها وحط في الفيديو. معانا هنا صلصة طماطم، معجون طماطم برضو دهنا برضو من الجنب ده والجنب ده، دقة الثوم والبصل وصلصة الطماطم. حطينا قطعة زبدة كبيرة، وهننزل بالسمكة بعد ما تبلناها وسبناها ساعة. هنسيبها شوية وبعد كده هنقلبها على الجنب التاني. هنرش لها رشة ملح وهنسيبها لحد ما تنشف كده شوية في التتبيلة، وبعد كده هنقدمها. طعمها رائع جدا، جربوه لو أول مرة تشوف القناة.